الرحمن الرحيم. النهارده هنبدا نعمل الدايره بتاعه البرنت سيركت بورد عملي ان شاء الله. الاستاذ يحيى هياخدنا في جوله كده وهنعرف ازاي نعمل الدايره باذن الله. النهارده هنبدا مع بعض واحده واحده كده ان شاء الله. ماشي. النهارده هنتعرف على البي سي بي، طريقه عمل دايره بي سي بي. البي سي بي بتبقى جايه عليها كفر او حمايه ليها بالطريقه دي، طبعا لان البي سي بي بيبقى عليها ماده حساسه للضوء، فما ينفعش ان هي تبقى متعرضه للضوء لان دي بتتاثر بالضوء. دي البورده بتاعه البي سي بي، في منها مقاسات A4 وفي مش عارف دي كام في كام تقريبا. شوف دي كده كام في كام، دي تقريبا 25 × 17، 25 × 17 سنتي. في منها مقاس الـ A4، في منها مقاسات مختلفة، كل حاجة ليها سعرها طبعا. طبعا دي ما ينفعش افتحها، الحماية دي الاستيكر الابيض ده، لان في تحت منه على طول المادة الحساسة للضوء. ده مش هيتفتح الا في اوضة التصوير بتاعتي. احنا دلوقتي في مرحلة القص. الاول باخد ابعاد البوردة بتاعتي، ده اللي اوت اللي انا صممته. هاخد الابعاد بتاعته على المقص بتاعي، تقريبا هنقول 6 سنتي في تقريبا 6 سنتي. لما بنيجي نقص بنعمل حسابنا في الطول وفي العرض نص سنتي زيادة، يبقى 6 سنتي في 6 سنتي. اول حاجة هاخد 6 سنتي بالعرض كده، وبعد كده 6 سنتي كده بالطول عشان ما نقدرش من البورده بتاعتي. دي الحته الزياده اللي معايا، خلاص هناخدها ونخش على اوضه التحميض ونلتقي بعد الفصل. غرفه التحميض بتاعتنا، وده جهاز الالترا فايبر بتاعنا. دي الإضاءة بتاعتنا، ما بتبقاش إضاءة عادية، ما يفضلش إن احنا نبص فيها مدة طويلة. الجهاز بتاعي أقدر منه إن أنا أعمل دبل لاير، يعني البوردة بتاعتي دي لو في من الناحية التانية الفبر ده طبقة نحاس وبعد كده طبقة حساس، أقدر أعمل بوردة دبل لاير على الجهاز بتاعنا ده. بظبط الجهاز بتاعي على الوقت اللي المفروض أظبط عليه الجهاز ده، بيبقى على حسب جودة اللي اوت اللي هو ده، وعلى حسب الخبرة بتاعتك في الشغل، ده اللي بنحدد منه الوقت بتاعنا. فانا على الدقة بتاعت اللي اوت وخبرتي في الشغل 30 لـ35 ثانية، ده الوقت اللي هو المتوسط بتاعنا. ممكن يزود في الوقت، يعني ممكن ينفع لو دقيقة عادي شغال برضه. في حساسات تانية، يعني دي البورتة دي هنزود فيها في الوقت. تمام. ممكن تعدي مثلا 3 دقايق. الحساس بتاعها بيتخن شويه، الحساس بتاعها بيبقى عايز وقت اطول شويه، خلاص. فهي انواع برضه. الاول في هنا طبقه مشمع، المشمع ده بيقوم قافل على البورده واللي اوت بحيث ما يبقاش في اي فراغات ما بينهم، بيشدهم على بعض كده، بيفرغ الهواء. اللي بيفرغ الهواء ده بيبقى اسمه فاكيوم، ده الزرار بتاعه. طبعا احنا ما كانش ينفع ان انا اشيل الاستيكر دي بره في النور بتاع الشمس او نور ربنا او اي اضاءه، النيون العادي، اللوند الموفره، اي اضاءه تحرق الحساس او الماده السينستيف بتاعتي. ده شكلها ايه دي؟ ماده الحساس اللي على النحاس الاصفر اللي احنا شايلينه اهو. خلاص كده البورده نحطها تكون متوازية مع البوردة الحاجة بتاعتي او الاضاءة بتاعتي او اللونات بتاعتي. ده في التصميم بتاعي، دي الطبقة اللي هتبقى على النحاس او هتبقى على الحساس بتاعي. بقدر ازاي وزيها من التصميم بتاعي؟ ثواني انا ممكن. ماشي يا ريت. ماشي. ده التصميم بتاعي اهو، اللي احنا عملناه على البروتس او على اللايف واير او اي برنامج تاني من برامج تصميم الدوائر المطبوعه.
بيبقى فيه كذا لاير او الخروج بتاعتي اسمها اسمه ايه اللهم صل على النبي، جيلبر فايل. بنخرج الحاجات دي كلها من حاجة اسمها الجيلبر فايل. بنفك الجيلبر فايل ده، بنختار الاشكال اللي احنا عايزينها. دي رسمة التركات على البوردة، دي فيها الاتنين، الرسمة بتاعت العناصر وفي نفس الوقت الناحية التانية بتاعت النحاس. الاشكال دي الرسومات الحقيقية او العناصر الحقيقية من فوق دي فقط اللي لا احنا غير. هنشتغل عليها. انا بعرف من الثلاث رسومات دي ودي ودي او دي ودي ودي، تمام. دي مجمعه لي الثلاث رسومات مع بعض. دي لو قلبناها كده اهي، دي الرسمة اللي تحت اهي، وفي نفس الوقت العناصر راكبة اهي. ده بعد تركيب العناصر العناصر لما هتيجي تركب هتركب تركب بالشكل بالوضعية ده، دي. تمام خلاص ماشي كده، يبقى دي الطبقة اللي هتبقى عندي هنا اهي. على بص الحساس. اهي، عشان كده انت معلمها بعلامة بحيث ان انت عشان لما ابقى تيجي، عارف ايه اللي هتبقى تتحط على النحاس. تمام خلاص، زي الفل ماشي. تأكيد تمام. طب نصاد احنا ما عندناش الجهاز الفاكيوم تيوب ده، نعملها ازاي؟ ممكن عندنا جهاز تاني بلدي اهو، احنا عاملينه احنا عندنا هنا على ايدينا، جهاز خشب وفيه درج، درج عادي خالص. الدرج اللي تحت ده فيه شوية لولب موفرة، السقف بتاعه او الحتة اللي فوق بتاعته ازاز ازاز. بقوم جايب الدايرة بتاعتي اهي زي ما هي كده، اقوم حاطط ومشغل النور وظابط الستوب ووتش بتاعي، ومن فوق هنا بديل الفاكيوم بتاعي بحط اتقال 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 كتير على قد ما اقدر، بحيث انها تفرغ الهواء على قد ما اقدر برضه. ممكن لو كيلو حديد ولا حاجة تحطه عليها كيلو حديد، مكوى قديمة، شوية كتب، كل ده يفرغ الغرض. انا عايز اشغل اللي فوق وعايز اطفي اللي تحت وهشغل على كده. خلي بالنا الحساس لفوق، باصص لفوق مش لتحت. هشغل الفاكيوم، نبص المشمع ده ونسمع الصوت بتاعنا. اول ما هشغل الفاكيوم ايه اللي هيحصل؟ هتبص هتلاقي في هنا مضخة هواء، شفط بتشفط الهواء، شدت المشمع بتاعي ده كله، فخلت مفيش فراغ ما بين اللي اوت او الخرج بتاعي او اللي هو الرسمة بتاعتي اللي انا عم مصممها والبوردة بتاعتي البي سي بي. بعد كده بقوم قافل وشغل النور. اول ما النور ما يشتغل اقوم مشغل التايمر بتاعي، هيعد ويديني صفارة اول ما هيخلص التايم بتاعي. طبعا لما اجي اطفي النور وبعد كده اطفي الفاكيوم. يعني انا لو شغال هنا اطفي النور الاول وبعد كده اشيل الاتقال، وهنقول ليه دلوقتي. طبعا انا دلوقتي لو سبت النور شغال وطفيت الفاكيوم، المشمع هترفع من على اللي اوت، يقوم اللي اوت رافع من على البي سي بي بتاعتي، يقوم الإضاءة اللي احنا شايفينها نازلة فرشة تحت التراكات بوظت الحساس بتاعي. خلاص؟ وقف. دلوقتي احنا بنعمل مرحلة الاتشينج. غطسنا البوردة في الايه؟ في البطاس، طلعت التراكات بالشكل ده. هنخش بقى على مرحلة الاتشنج التانية اللي هي ازالة نحاس. ازالة النحاس. طب انا دلوقتي لما هاجي ازيل نحاس على المنظر ده، في حاجات محمية تحت النحاس عند تحت الحساس معلش، فهيجي الحمض اللي بيزيل نحاس
هيلاقي في حساس حامي تحت منه نحاس مش هيشيل ده مش هيعرف يشيله. تمام. دي هتبقى هي التركات بتاعتنا اللي احنا ما اللي احنا عايزينها. تمام. نخش بقى على مرحله الايشنج للنحاس. دي على حسب بقى التركيز بتاع الحمض بتاعنا هتاخد وقت. حد هيهز الطبق؟ سيب بس لابس جوانتي عشان الماده دي كاويه. دي هيدروكلوريد الحديديك. طلع كده بس شوية كمان. دي كده خلاص عمليه النحاس خلاص اتخذت. تمام. حصل عمليه اتشنج خلاص للنحاس كده بقى التراكات. بس فاضل معانا التراكات بتاعتنا النحاس وعليها طبقه الحمايه اللي هي بتاعه الحساس. تمام. نغسلها وبعد كده هنخش على مرحله الدريلنج. نخش على الدريلنج. يلا نخش على الحاجه دي. اغسلها كويس على مالك بس بصراحه. بس دي التركات اهي بعد ما خلصت هنبدا نعملها دريلينج بعد ما ننشف. هات منديل بقى ونشفها. منديل يا عبدو لو سمحت. منديل يا عبدو لو سمحت. منديل نشفها كويس. ده عبدو نشفها. نشف عبدو. هنبدا بعد كده نعمل الدريلنج نخرم بقى النقط بتاعتنا. تمام. حالة الدريلينج هنبدأ نخرم النقط اللي موجودة بتاعت البلاي اوت عشان نبدأ نحط العناصر الالكترونية. العناصر الالكترونية هتركب هنا فوق على الجزء الايه الفبر ده وهبدأ ألحم من تحت. أول حاجة هبدأ ايه أخرم. طبعا لما أجي أخرم أخرم منين؟ من تحت. أشغل أكنة الدريل وراعي إن أنا أنزل على الهول بالراحة كده. Thank you.
شكل البوردة بعد عملية التخريم. هنبدأ بعد كده نوصل المكونات ونبدأ نختبر الدايرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقى وهنبدأ نوصل المكونات على البوردة بتاعتنا. ادي البوردة بتاعتنا هي بعد ما خلصناها، وادي الرسمة بتاعتنا لوضع المكونات فوق بالشكل ده. هظبط البوردة بتاعتنا بالشكل ده اللي اوت من فوق، عامل كده. ودي وضع المكونات من فوق، الاربعة دايل، بعد كده المكثف، الموجب فوق السلك تحت، الموجب فوق السلك تحت، بعد كده الليد، الموجب فوق السلك تحت، وبعد كده المقاومة، بعد كده الفولتج ريجيليتور. نبدأ نوصل. ده الفولتج ريجيليتور هيبقى محطوط بالشكل ده كده. اهو هبدأ اوصله. بعد كده هبدأ اوصل الاربعة دايل. طبعا الاربعة دايل باصين لفوق، نراعي الحتة دي. ده الجزء اللي هو الايه؟ الجوز الاتش اللي فوق اهو، عليه علامة اهو. اهو نبدأ بقى. وراعي ان العناصر ما تلمسش بعضها علشان ما تعملش شورت. طبعا لو عندي في خرم، فين الشجر؟ لو في خرم مش واسع ممكن ايه اعمله بالايه؟ بقلب الشوكه دي. هبدأ أوصل اهو. طبعا راعي ان الجزء اللي هو الرصاصة ده يبقى فوق. طبعا احنا هنبقى نشيل الزيادات دي في الاخر بعد ما اخلص. حط هنا المكثف، مكثفين طبعا نفس النوع 100 مايكرو فراد، بس طبعا الموجب فوق والسالب ايه؟ تحت. بس في الثاني اهو موجب فوق السالب تحت. فاضل لنا بقى المقاومه الواحد كيلو. طبعا المقاومه ملهاش قطبيه، وصلها باي طريقه. بحط هنا الليد. السالب تحت والموجب فوق. السالب طبعا اللي هو الجزء التخين، مش عارف يبان في التصوير اهو. نعم.
منديل؟ خد. ممكن بس هظبط ديت شويه كده. وقف. لا لا. حاول ابيت العناصر جوه. احنا ممكن نقصها يبقى نركبها تاني لان هي ناشفه. ماشي. ممكن نوقف بقى ده بعد ما قصناه موت ونبدا بقى ان ايه نوصلها تاني. بقول الضاد بتبقى ناشفه شويه. لسه رجول طويلة برضه. آخر واحدة ونبدأ نلحم بقى على طول ونعمل تيست على السريع. تمام بقى بالشكل ده نبدأ نلحم وبعد كده ايه نص مشان. يا جماعه هنجرب ثواني. ده توصيله السريه وده عندنا الترانسفورمر اللي داخل 220 موصلين ال 220 بالداخل اهو مكتوب عليه 220 والخارج هناخده على الايه على الدايره. طبعا هيحولنا ال 220 ل 5 فولت دايره باور سبلاي. هنحول الاي سي للدي سي. وصل كده يا استاذ محمد؟ الدايره ايه اشتغل معانا. ده كان ازاي تعمل دايره عن طريق الجي سي بي برينتد سيركت بورد.